أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم النبي المختار عدد من صلى عليه من الأخيار وعدد من لم يصلي عليه من الأشرار وعدد قطرات الأمطار وعدد أمواج البحار وعدد الرمال والقفار وعدد أوراق الأشجار وعدد أنفاس المستغفرين بالأسحار وعدد أكمام الأثمار وعدد ما كان ما يكون إلى يوم الحشر والقرار وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار وصل عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الأصران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان أبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا تحية وتسليم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة ألف ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستغفرك من كل ما تبت عنه إليك ثم عدت فيه واستغفرك من كل ما أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس فيه رداءك واستغفرك للنعم التي تقويت بها على معصيتك واستغفرك من الذنوب التي لا يعلمها غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك ولا تسعها إلى رحمتك ولا تنجي منها إلى مغفرتك وحلمك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني أستغفرك من كل ظلم ظلمت به عبادك فأيما عبدا من عبادك أو أمة من إمائك ظلمت في بدنه أو عرضه أو ماله فعاته من خزائنك التي لا تنقص فأسألك أن تكرمني برحمتك التي وسعت كل شيء ولا تهينني بعذابك وتعطيني ما أسألك فإني حقيق برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله النور نور على نور والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وأنزل التوراة على جبل الطور في كتاب مسطور والحمد لله الذي هو بالغني مذكور وبالعز والجلال مشهور والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون كاف ها يا عين صاد حميم عين سين قاف إياك نعبد وإياك نستعين يا حي يا قيوم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا كافي كل شيء اكفني واصرف عني كل شيء إنك قادر على كل شيء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم يا كثير النوال ويا دائم دائم الوصال ويا حسن الفعال ويا رازق العباد على كل حال اللهم إن دخل الشك في إيمان بك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن دخل الشك والكفر في توحيد إياك
ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إن دخل الشبهة في معرفتي إياك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إن دخل العجب والرياء والسمعة في علمي ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إن جرى الكذب على لساني ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إن دخل النفاق في قلبي من الذنوب الصغائر والكبائر ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ما أسديت إلي من خير ولم أشكرك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قدرت إلي من أمر ولم أرده ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ما أنعمت علي من نعمة فعصيتك وغفلت عن شكرك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ما مننت به علي من خير فلم أحمدك عليه ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ما ضيعت من عمري ولم ترد به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بما أوجبت علي من النذر في مصنوعاتك فغفلت عنه ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قصدت عنه أمالي في رجائك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ما اعتمدت على أحد سباك في الشدائد ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ما استعنت بغيرك في الشدائد والنوائب ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إن زل لساني بالسؤال لغيرك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ما صلح من شأني بفضلك فرأيته من غيرك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بحق لا إله إلا الله وبعزته وبحق العرش وعظمته وبحق الكرسي وسعته وبحق القلم وجريته وبحق اللوح وحفظته وبحق الميزان وخفته وبحق الصراط ورقته وبحق سيدنا جبريل عليه السلام وأمانته وبحق سيدنا رضوان عليه السلام وجنته وبحق سيدنا مالك عليه السلام وزبانيته وبحق سيدنا ميكائيل عليه السلام وشفقته وبحق سيدنا إسرافيل عليه السلام ونفخته وبحق سيدنا عزرائيل
إسماعيل عليه السلام وقبلتهم وبحق سيدنا آدم عليه السلام وصحبتهم وبحق سيدنا شعيب عليه السلام ونبوتهم وبحق سيدنا نوح عليه السلام وسفينتهم وبحق سيدنا إبراهيم عليه السلام وخلتهم وبحق سيدنا إسحاق عليه السلام وديانته وبحق سيدنا إسماعيل عليه السلام وفديته وبحق سيدنا يوسف عليه السلام وغربته وبحق سيدنا موسى عليه السلام وآياته وبحق سيدنا هارون عليه السلام وحرمته وبحق سيدنا هود عليه السلام وهيبته وبحق سيدنا صالح عليه السلام وناقته وبحق سيدنا لوط عليه السلام وجيرته وبحق سيدنا يونس عليه السلام ودعوته وبحق سيدنا دانيال عليه السلام وكرامته وبحق سيدنا زكريا عليه السلام وطهارته وبحق سيدنا عيسى عليه السلام وسياحته وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعته أن تغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا وأن تأخذ بيدي وتعطيني سؤالي وتبلغني أمالي وأن تصرف عني كل من عاداني برحمتك يا أرحم الراحمين وتحفظني من كل سوء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله أستغفرك وأتوب إليك فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وحسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ثم نقول اللهم إنا أسألك بمشاهدة أسرار المحبين وبالخلوة التي خصصت بها سيد المرسلين حين أسريت به ليلة السابع والعشرين أن ترحم قلبي الحزين وتجيب دعوتي يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رحمن يا رحيم يا مستعان بالله يا محمد صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر يا عمر يا عثمان يا علي يا حسن يا حسين يا يحيى يا حليم يا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله ذو الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام آمين حرمة محمد المصطفى بس رسول الفاتحة